السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم خير وشرف متابعينا الغالين. عندنا رينج 2016 وارد الناغي HC اللي قوته 400 حصان، طبعا ماشي 800 أخو الجديد يعتبر. سعره 375. واضح لكم هذا جنطه يجي 21 وقوته أحسن 400 حصان، وفيه الأبواب شفت وأربع كاميرات وشاشتين خلفية. الأنوار زينه، عندك فيه اللب النهاري وفيه أربع حساسات قدام. مقابض الأبواب نفس لون السيارة، المراية لونه نفس لون السيارة وإشارة المراية. الصبات الخلفية فيها خطوط الـ LED وأربع حساسات وراء، طبعا أكيد معروفة حساساته، مواصفات دائم تيجي مواصفاته شبه كاملة، بس هذا طبعا ينقص أشياء كثيرة اللي هو الرادار ونقطة العمية. أوريكم السيارة من داخل. داخلية لونها بيج، السماعات طبعا مريديان تقريبا 15 سماعة، في تخشيب هنا وهنا زرار التحكم اللي هو بالنوافذ، وهذا ذاك تخزين المراتب والقفل المركزي. الكرسي كهرباء اكيد. شاشة رقمية طبعا، وعندك هنا زرار التحكم اللي هو بالشاشة وش الطبلون والتبديل اللي هو الشفتر. نركب احسن سوا اوريكم السيارة. جبنا لكم اللي هو جهة التخشيب هذه، فتحة التكييف والشاشة الطبلون هنا ديجيتال، وهذه قلناها لكم التحكم اللي بالشاشة والطبلون. الباقات امامية وجانبية طبعا، وعندك الشاشة هنا الصغيرة حجمها تقريبا 8 انش ستارت، وفي اربع كاميرات. تتصفحها كذا وفي نافيجيشن بعد. طبعا هذا زر سكر حساسات، عندك تشغيل وسايط، وهذا ولي الازرار والتحكم بالمكيف، وعندك يا طويل العمر والسلامة تخشيب هنا جاي كامل الجير، وهذا حامل حق الكهرباء وحق الولاعة وضعيات القيادة، هو اللي هو حق الصحراء وحق المنحدرات الهيدروليك جونت كهرب. في ثلاجة، مخرج USB OUX واضح لكم. وش عندنا بعد؟ ايه هذه الاشياء الواضحة، داخلية لونها بيج، والسقف هنا عندك الإضاءة باللون الأبيض، وهذا اللي يفتح سقف البانوراما وبس. أوريكم ورا الحين، طبعا هم متوفر عندهم أكثر من فئة. أوريكم من ورا، بسم الله. تخشيب جايك هنا وهنا، السماعات مريديان، في تكاية بالنص، وفي شاشات الخلفية هذه صغيرة طبعا، وعندك يا طول العمر تكاية هنا. حامل كواب، وفي الريموت هذا حق الشاشة، مساحة تخزين، وهنا تتحكم يا طول العمر بالمكيف.
جايك شوف تخشيب كامل ومخارج حقات اللي هو DVD والاويو اكس وفي مخرج USB حق ولاعة مخارج DVD هذه بس ما في اويو اكس. خلصنا هذا السك وريكم الماكينة الشنطة الحين. طبعاً تندسك جاي لونه بالأسود. شنطة كهرب طبعاً. هذه الشنطة. واسعة ما شاء الله. وهذا سبير. سبير جنطة 20. ممكينة 400 حصان هذه بدون سوبر شارج. طبعا علي عليه سوبر شارج 510 حصان. هذا هنذكر لكم مقطع الحال. سلامتكم. أمان الله وكفكم.